السؤال المرفوع للدكتور هذا الأسبوع يتعلق بكيفية تفادي التخمة أو المبالغة في الأكل أثناء العيد. وقد برمجنا هذا السؤال للدكتور قبل حلول العيد حتى ينتبه الناس لصحتهم ولا ينساقوا وراء شهواتهم فيلحقوا بأنفسهم الضرر الكثير. أول الصبح بعد صلاة العيد، أول ما نصحى من النوم نصلي الفجر، قبل ما نروح صلاة العيد نكسر الصيام تبعنا أو نقول نبدأ العيد بتمرتين، ثلاث تمرات، تمرة أو ثلاث تمرات، وناخد فنجان القهوة، نروح صلاة العيد، نرجع ناخد فطور خفيف بعيد عن أي دسم، بعيد عن أي دهون، عن أي سكريات، وبعد هيك بنيجي على الغداء يكون كمان نفس الشيء خفيف، ما في أي دسومة، ما في أي أطعمة مقلية، يكون خفيف لأنه الجسم لسه بعد فترة صيام برمضان وتعود الجسم لسه مرتاح، ما بدنا نثقل عليه بالدهون وبالسكريات. الآن في العيد وكل عام وانتم بخير، الناس بتروح من بيت لبيت، في هالأثناء نتمنى على الأشخاص لما نروح من بيت لبيت ما علي أني أنا أجامل الناس، أخذ الحلو، أخذ الكعك، أخذ الكعك بعجوة، أخذ الحلويات اللي بيقدموا لي، لكن ما أكلها على دفعة واحدة، أنا أخذها وأخليها معي وبعد هيك أخذها على مراحل حتى لا أثقل على الجسم بسعرات حرارية ما إلها داعي. بعدين بيجي مرحلة أني أنا أخذ العشاء، العشاء يكون كتير بكير، ما يكون متأخر وما يكون فيه دهن وما يكون فيه أطعمة مقلية، ما يكون في أطعمة فيها سكريات كتير عالية حتى ما أؤذي الجسد. بين كل هذا لازم أتأكد إن أنا عم بشرب كفايتي من المياه وباخد كفايتي من الفواكه حتى أنا أضمن إنه المي عم تدخل جسمي بطريقة صحيحة، وحاول إني أنا أكون أكتف نشيط بإني أنا أتحرك طول اليوم، ما أجلس حتى ما أخزن سعرات حرارية. وكل عام وأنت بألف خير.